بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا لما علمتنا وزدنا علما نافعا. هذا أول مجلس في مذاكرة هذا الكتاب المعروف بالشمائل. هي مجلس يا كوانزا katika kuanza kukidurusu hiki kitabu Ash-Shamail al-Muhammadiyya cha al-Imam at-Tirmidhi alayhi rahmatullah ta'ala. سوف ناخذ بعض المقدمات في طليعة هذا المجلس. اول مقدمة ترجمة يسيرة للإمام الترمذي. تنتبه kwanza kwa mukhtasari mtunzi wa kitabu hiki الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى ومختصر دين. لكن أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن الضحاك الترمذي أو الترمذي. أبو عيسى محمد ابن عيسى ابن ثورة ابن موسى الضحاك الترمذي. أمزليوا ما كم ينبيلي نتيسة هجرية. إذن هو من علماء القرن الثالث ومن كبار علماء الحديث وحفاظه. أم ينديك كتاب كذا، وأيضا كان آية في الإتقان. عليكم ما شاء الله داري فقيها، وكان ضريرا يعني فاقد البصر. ومن أشهر شيوخه شيوخ الترمذي الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى من شيوخ الترمذي، والإمام مسلم كذلك من شيوخه، والإمام أبو داود كذلك من شيوخ الإمام الترمذي. ومن أشهر مصنفات هذا الإمام الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي. سنن الترمذي جينا لك جنجيني نجولي كان هو الجامع الكبير. ومن كتبه أيضا الشمائل المحمدية، هيكي كتاب وانباتشو تنقصدية وكفانية تعليق مستعينا بشروح هذا العلم. أثنى العلماء عليه كثيرا ونشوني وممسفية علم ياكي نحفظ ياكي نكتك يالي أنا وتاجوا في الثناء عليه نيمانين يا أبو سعيد الإدريسي عليه رحمة الله تعالى. أنا سيما كان يضرب بها المثل أو كان يضرب به المثل في الحفظ. الإمام الترمذي الكوى نبيجي وانفان وكتك وحفاذ، يعني كان قوة، كان له قوة في الحفظ. قال الحاكم: سمعت عمر ابن مالك يقول: مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل الترمذي في العلم والحفظ والورع والزهد. أنا سيما الحاكم نممسكي عمر ابن مالك أنا سيما أمكوف الإمام البخاري حاجات كتك ميجي خراسان متو أنا فنان أنا الإمام الترمذي كتك إليمو حفظي ونينيكيفو بموجة نزهد. توفي رحمه الله تعالى في 13 من شهر رجب ماكا ميانبيلي 79 ناكزيكوا الترمذي هكو مدينة في بلاد ما وراء النهر. Kwa miishi miaka mingapi? Amezaliwa mwaka 209 akafa mwaka 279. Ameishi miaka mingapi? 70. Ameishi miaka 70 rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Kwa hiyo huu ni mukhtasari wa tarjama yake. Tumeona jina lake Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saura ibn Musa ad-Dhahhak at-Tirmidhi. Amezaliwa mwaka 209 hijria katika walimu wake al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim wal-Imam Abu Daud Allah warhamu. Katika vitabu vyake mashuhur ni al-Jami' al-Kabir ambayo inajulikana kwa Sunan al-Tirmidhi. Ni katika al-Umhatus Sitt katika vitabu vya hadithi. Kadhalika katika vitabu vyake al-Shama'id al-Muhammadiyya wa huwa hadha al-kitab alladhi nahnu بصدده. كذلك ونشون ونمسفية في حفظه وعلمه وورعه
na amekufa mwaka 279 rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Ismu hadha alkitab Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, ndio jina kamili Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, lakini min babi al-ikhtisar baadhi wanaita tu Ash-Shama'il, wa hadha yaqau kathiran, yani kuna vitabu vimepunguzwa majina yake vikapata mashuhuri katika hiyo nusu. Mathalan hadha alkitab Ash-Shama'il al-Muhammadiyya yudhkar aidan bi-Shama'il, kadhalika mathalan Umdatul Ahkam inatajwa mara nyingine tu Al-Umda wa ghairu dhalika min al-kutub. Kwa hiyo al-ismu al-kamil, jina kamili la hiki kitabu ni Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Wal-muradu bi-Shama'il, Ash-Shama'il maana yake khisalu al-insan, ni vile vitu alivyonavyo mtu, sifa zake, tabia zake, adabu zake, mjumuiko wa hivi ndio inaitwa Ash-Shama'il. Idhan maana ya Ash-Shama'il al-Muhammadiyya ni kama vile anazungumzia tabia za mtume, maumbile ya mtume, adabu alizokuwa nazo mtume alayhi salatu wassalam, kullu ma yataallaqu bihi sallallahu alayhi wasallam min as-sifat al-khalqiyya wal-khuluqiyya inaingia kwa jineno Ash-Shama'il. Falmuradu bi-Shama'il hiya khisalu al-insan, awsafuhu, akhlaquhu, adabuhu wa nahwu dhalik. فلذلك تقول العرب مثلا فلان حسن الشمائل ويقصدون بذلك كريم الأخلاق, يعني حسن الأخلاق فلان حسن الشمائل أو فلان كريم الشمائل بمعنى كريم الأخلاق. كسوما الشمائل المحمدية من هم الدروس عند أهل السنة والجماعة أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله wasallam. Kupitia Ash-Shama'il al-Muhammadiyya tutajua sifa za mtume al-khalqiyya wal-khuluqiyya, za kimaumbile na za kitabia, bi maana tutamjua zaidi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kila tunapomjua zaidi inakuwa ni sababu ya kumpenda zaidi, inakuwa ni sababu ya kumfuata zaidi, inakuwa ni sababu ya kumheshimu zaidi, kwa sababu anayejua thamani ya kitu ndiye anayekiheshimu kitu. Ndiyo maana al-ulama yani aktharu nasi khashia. Limadha? Liannahum a'lamu nasi bi rabbi nasi, kama kala Allahu ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Kwa nini al-ulama ndiyo yakhshawna Allah? Liannahum yarifuna wa haqqa al-ma'rifa, amma ghayruhum min al-juhal wal-awam. Hata wakimtambua Allah si kama wanachuone wanavyomtambua Allah azza wa jalla. فلذلك كانت خشيتهم أشد وأكثر من غيرهم من العوام. إذن كوبيتيا دراسة الشمائل المحمدية تتمجوا زيدي بنمتوني محمد عليه الصلاة والسلام كيتو أنباجا كتونجيزا مبينزي نكم وينزي نكم فوات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل متوليزا داني القرآن كم باكي جيزو تشيتو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما يقول الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله تعالى وهذه الآية أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. أنا سمع الحافظ ابن كثير آية هي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصل في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم, ndio asili katika kumuiga na kumfuata mtume. Fi aqwalihi, katika kauli zake, wa af'alihi, na vitendo vyake, wa ahwalihi, na hali zake mbalimbali. Idhan hatta na'rifa aqwalahu wa af'alahu wa ahwala la budda min dirasati Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Matendo yetu ili yawe sawa yanapimwa kwa kufanana na matendo ya bwana mtume Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Na ili tujue kwamba bwana mtume alikuwa anafanya nini, alikuwa vipi, ni lazima tusome Ash-Shama'il al-Muhammadiyya. Naqala al-Khatib al-Baghdadi fi kitabih al-Jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Kitabu cha al-Khatib al-Baghdadi naqala bi sanadin ila Sufyan ibn Uyayna رحمه الله تعالى كان يقول يعني سفيان
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر. أنا سيما سفيان بن عيينة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أعيد هذا الكلام، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. ونمتومي عليه الصلاة والسلام ديو ميزاني كوبا أمبايو هفيتو هبيمو كوني ميزاني هيو هبيمو كتبتيا تبيا زاكي مونغوزواكي kwa chochote ambacho kitafikiana na mwongozo wa mtume ndio haki, na chochote ambacho kitakhalifiana na mwongozo wa mtume hicho kinakuwa ni batil. Fala budda min dirasati ash-shamail al-muhammadiyya hatta na'rifa hadiyahu wa siratahu wa khuluquhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ash-shamail al-muhammadiyya dirasa li akhlaq an-nabi ولخلقته صلى الله عليه وسلم. هبا تصوم سيفة زكي مبيلة زمتومي عليه الصلاة والسلام نسيفة زكي تبية سيفة زكي تبية الظاهر تنتكيوة تمويجي الكوة نتنبيه هذي الكوة نكولة هذي الكوة نلالة هذي، هذه تسمى الصفات الخلقية سيفة زكي تبية. لكن عندنا الصفات الخلقية سيفة زكي مبيلة تتكوية كونا katika sifa za kimaumbile alikuwa na nywele ndefu mathalan, alikuwa na uso umekaa hivi, mabega yamekaa hivi, alikuwa na kimo kiasi hiki, yani hakadha khalaqahu Allahu azza wa jalla. Tayib, yani sisi tukisoma hizi sifat al-khalqiyya madha nastafid? Sababu kila mtu kaumbwa alivyoumbwa, alas kadhalik, yani huwa kana abyad wa nahnu weusi, kwa hiyo tujipodoe hata naqtadi bihi sallallahu alayhi wasallam wa lahi, yani kana arabia na nanywele za kiarabu na sisi tuna nywele za kiafrika kipilipili, kwa hiyo tupaki kalkiti hata nakuna mithlahu alayhi salatu wasalam. La, laysa almaana kadhalik. Min fawaidi ma'rifati sifatihi alkhalqiyya, katika faida za kutambua sifa zake za kimaumbile, awalan ni kujua jinsi alivyokuwa alayhi salatu wasalam. Na hii inaonyesha kwamba katika watu ambao historia yao imetunzwa katika mambo waliyoyafanya na pamoja na vile walivyokuwa, number 1 ni Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alaan mathalan fi Tanzania mtu ambaye anamwenzi sana mwalimu, alisika dalika, lakini sidhani kama wanaeleza sifa zake za kimaumbile. Alkimo chake kilikuwa kiko hivi, alikuwa anatembea hivi, alikuwa anakula hivi, ghaliban wanatueleza tu maneno aliyokuwa anayasema katika siasa zake. Lakini wa infa'alu ma fa'alu la yumkin an yuhitu bi siratihi, lakini sira ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam mahfuza. Fahadha yadullu ala anna an-nas ihtammu bihi sallallahu alayhi wasallam kwa upande wa tabia zake na kwa upande vile vile wa maumbile yake. Kwa hiyo kikubwa tunajifunza na kujua jinsi alivyokuwa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Lakini akbar min dhalik, mtume anaweza kuonekana usingizini, yani kama kala alayhi salatu wasalam, man raani fil manam faqad raani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bihi, atakayeniona usingizini huyo ameniona, sababu shaytani hajifananishi na mimi. Idhan ukisoma hizi sifa, idha raita an-nabi alayhi salatu wasalam fil manam ta'rif anna hadha huwa, kwa sifa zake ambazo ومزيسوما. لذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أنه رأى النبي في المنام، فقال ابن عباس صفه لي. ابن يلزيه يمتوم ولموانا سيقوم ومونا شيطان إليك يلزيه كان هكذا وهكذا. طبعا ابن عباس يعرف النبي، عاش معه وخدمه سافر معه، كوي البومو يلزيه نليموانا يكو موجة ميلي تاتو نتانو، فقال نعم. حتى نليموانا كماتشو وكيوا hujalala usingeweza kumwelezea zaidi ya hivyo ulivyo mwelezea. Idhan hata la yalaba shaytan biwakuli baadhi nnas
ukijua mtume kana hakadha, yani hata ukimuona fil manam taarif anna hadha huwa nabiyullah haqqa. Lakin aidan katika faida za kusoma maumbile ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, yani tunajifunza pia jinsi gani Allah azza wa jalla alimuandaa mtume wake kimaumbile na kitabia. Yani kana akmalun nas, bwana mtume alikuwa amekamilika ukimlinganisha na watu wengine kitabia na kimaumbile. Yani kana ahsanuhum khalqan wa khuluqa, kimaumbile yeye alikuwa ni mzuri, lakini kitabia pia alikuwa ni mzuri sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nabda musta'inina billah, bismillahir rahmanir rahim. Tayyib, manhajuna insha Allah ta'ala sawfa nasluku maslak al-ikhtisar fi at-ta'liq ala hadha al-kitab al-'azim. Bi-ikhtisar katika kila hadithi tutamuelezea kwa mukhtasar rawi al-hadith min as-sahaba bi-ikhtisar. Thumma nadhkuru ma'nan mujmalan للحديث مع شرح المفردات. katika shamaili kuna maneno magumu magumu mengi, kwa hiyo tutakuwa tunasherehesha kwa mukhtasari pamoja na kuyangazia yale maneno magumu vocabularies, wa fi alakhir nadhkuru ba'd alfawaid almawjuda fi alhadith. idhan tutakuwa tunaenda na hivi vitu vitatu qadra alhaja: ta'liq au tarjana mujaza lirawi min alsahaba taban, thumma ba'da dhalika nashrahu alhadith sharhan موجزا ونختم بذكر بعض الفوائد في الحديث. ها ناني اتقوم سماجي wetu, تفضل يا امام, tutakuwa tunapeana zam. Bismillahirrahmanirrahim. اين بدات انت؟ بسم الله. قال الامام الحافظ او كنا حمد لله بها. اوكي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الشيخ الحافظ ابو عيسى محمد ابن عيسى ابن سورة. سورة عندك؟ بفتح السين او بضم السين؟ اذا سورة. بفتح السين وسكون الواو سورة. ابن سورة الترمذي رحمه الله عليه. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه 14 حديثا. الأول: أخبرنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباء ليس بالطويل الباء باء ولا بالقصير ولا بالابيض امحق ولا بالادم ولا بالجعد القطب ولا بالسبط. بعثه الله تعالى على راس 40 سنه فاقام بمكه 10 سنين وبالمدينه 10 سنين. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة. وتوفاه أو عندك بالفاء؟ فتوفاه. طيب. فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. رواه من؟ صحيح رواه البخاري. ومن؟ بخاري فقط. ومن؟ ومالك وأحمد والبغوي وعبد الرزاق والبيهقي وأخرجه الترمذي. طيب. قال الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي: باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا في خلق بفتح الخاء وسكون اللام. في خلق ملango unaozungumzia yale yaliokuja katika maumbile ya bwana mtume Muhammad عليه الصلاة والسلام. قلنا الخلق جنس الفيومبا كيف خلقه الله. kwa hiyo mlango wa kwanza ambao anautaja
الإمام الترمذي katika shamaili yake ameanza kuzungumzia jinsi bwana mtume alayhi salatu wasalam alivyokuwa ameumbwa na Allah azza wa jalla. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi kitabihi al-Jawab as-Sahih qala rahimahullahu ta'ala wa kana khalquhu wa suratuhu min akmali as-suwar وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. اكتب هذا الكلام. وكان خلقه وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله. وكان خلقه نالكو مومبلياك وصورته نصرياك min akmali suwari wa atammiha, ni katika maumbile na sura zilizotimia na kukamilika. Wajmaiha lilmahasin, na yalikuwa ni maumbile yaliyokusanya uzuri. Addalati ala kamalihi, yanayoonyesha kukamilika kwa maumbile yake bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hadithi ya kwanza ambayo ameanza nayo al-Imam at-Tirmidhi, qala hadathana wa fi ba'd an-nusakh akhbarana حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول. هكذا نقرأ، لكن عند أهل الفن يقرؤون هكذا. حدثنا أبو رجاء قتيبة ابن سعيد قال عن مالك بن أنس قال عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن قال عن أنس بن مالك قال أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فقان ذي مكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. مبكياجي وحديثه من الصحابة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي، أمه أم سليم بنت ملحان ابن خالد، ولد قبل الهجرة 10 سنين وخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين. هي تجي تفسيرنا فيها. ودعا له بالبركة في المال والولد والعمر، فعاش أكثر من 100 سنة ورزق من الأولاد والأحفاد 122 ولدا وبنتان، وسكن البصرة وروى 2286 حديثا، توفي بالبصرة مواكة 93 ودفن بها، وليس هو آخر من مات من الصحابة مطلقا، وإنما هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. قيل أنس بن مالك ترجمياك كوفوبي، أنس بن مالك بن النضر الأنصاري صحابة أنصاري الخزرجي katika makabila mawili ya Madina, al-Aws wal Khazraj, huwa kana khazrajian. Mama yake ni Ummu Sulaim bintu Milhan, ambaye alikuwa ameolewa mwanzo na mzee Malik baba yake Anas. Alipokufa mzee Malik wa mata bi ghairi islam, baba yake Anas, fa tazawaja bi Ummu Sulaim Abu Talha al-Ansari, katika matajiri wa mji wa Madina. Wa lahu akhbar yani wa qisas. Anas ibn Malik amezaliwa kabla al-hijra kwa miaka 10, yani kabla mtume kuhamia Madina miaka 10 ulida Anas. Kwa hiyo wakati mtume anahamia alayhi salatu wasalam mji wa Madina, Anas ana miaka 10 tu, na akawa ni khadimu Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam miaka 10 tena. Na ilitokea bwana mtume akamwombea khairi na baraka katika mali yake, watoto pamoja na umri. Alipoletwa na mama yake Ummu Sulaim, akamwambia ya Rasulullah, watu wa Madina wamekukirimu kasoro mimi tu.
kwa hiyo ikramu yangu nakupa huyu mwanangu akutumikie, lakini naomba umuombe dua. Faqala alayhi salatu wasalam, Allahumma akfir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taytahu. Ewe Allah, ikifirishe mali yake, watoto wake, na umbariki katika kile ambacho utampa. Dua ya Mtume alayhi salatu wasalam mustajab. Allah kweli akambariki katika mali na watoto, kiasi ya kwamba alikuwa na watoto na wajukuu zaidi ya 100, na alifariki katika mji wa Basra mwaka 93 min al-hijra an-nabawiyya, na amezikwa huko. An Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul Rabi' ibn Abi Abd al-Rahman, amemsikia Anas anasema akimuelezea bwana mtuni Muhammad alayhi salatu wassalam, kana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alikuwa mtume alayhi salatu wassalam, laysa bitawilil ba'in, si mrefu aliyepitiliza kwenye urefu. Al-ba'in bimaana shadid at-tul, yani laysa bitawil shadid at-tul, hakuwa mrefu ambaye ni mrefu wa kupitiliza. Al-ba'in huwa al-mufrit, idhan al-ba'in fi at-tul huwa al-mufrit fi at-tul, aliyepitiliza kwenye urefu. An-nabi lam yakun kadhalik, wala bil-qasiri, wala hakuwa mfupi. Idhan alikuwa wakati na kati, lakinahu ila tuli aqrab, alikuwa si mrefu si mfupi, lakini anakaribia zaidi urefu kuliko karibia ufupi. Okay, kama utatafuta upande wa kusema anakaribia katika urefu na ufupi, anakaribia zaidi urefu kuliko ufupi. Lakinahu kana mu'tadil al-qama, alikuwa wakati na kati. Laysa bitawil al-ba'in wala bilqasiri, hakuwa mrefu aliyepitiliza kwenye urefu, wala hakuwa mfupi aliyekunjana. Qala wala bilabyad alamhaqi, wala hakuwa mweupe aliyepitiliza kwenye weupe mpaka akafikia labda uzeruzeru. Alamhaq yani alkarihi, alabyad alkarihi, yani hakuwa mweupe mpaka ule weupe wa kuchukiza, kama vile weupe wa mezeru zeru kwa mfano eh? Lam yakun alayhi salatu wasalam kadhalika. Wala bil adami wala miyakun asmar, asmar tunasema je Kiswahili maji ya kunde, wala hakuwa na rangi ya maji ya kunde. Kwa hiyo alikuwa rangi gani? Jaa fi baadhi riwayat launuhu bayadun mushrabun bihumra, alikuwa ni meupe, weupe uliochanganyika na wekundu, yani si weupe uliotakata wala maji ya kunde yaliyoshiba. Kana baina dhalika qawama, kana launuhu bayad mushrabun bihumra, alikuwa rangi yake ni meupe, lakini weupe uliochanganyika na wekundu. Idhan wala bil abyad al amhaqi, hakuwa meupe aliyefitiliza kwenye weupe mpaka ukafikia weupe wa kuchukiza. Wala bil ja'd al qatati, al ja'd, hakuwa na nywele zilizokunjana. Al qatat kipilipili, hakuwa na nywele zilizokunjana kipilipili kama hizi nywele za kwetu, alhamdulillah masha Allah. Lam yakun alayhi salatu wassalam kadhalika. Wala bisabti, wala hakuwa na nywele zilizokuwa laini hivyo. Sabti maanahu ash-sha'ru sabt, ash-sha'ru an-na'im, ile hizo zinaitwa as-sabt. Taba nywele zake zilikuwa nyingi, lakini zilikuwa kama vile maboga boga, hazikuwa kipilipili wala hazikuwa nywele zilizonyooka kama mikia ya farasi hivyo. Dhahiri yake zilikuwa ni nywele ndefu, lakini ni kama vile maboga boga. Si mnajua kuna nywele za Kiarabu maboga boga. Kadhalika kana alayhi salatu wassalam. Idhan hizi ni sifa katika kuelezea jinsi alivyokuwa ameumbwa bwana mtuni Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kadhalika qala ba'athahu Allahu ta'ala ala ra'si 40 sana, Allah azza wa jalla alimpa utume baada ya kugonga miaka 40. Wa hadha laysa fihi shakk,
na miaka 40 ndio miaka ambayo mitume wengi walikuwa wanatumilizwa wakifikia umri huo takriban. Hata ruya an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma fi khabari nabiyillahi Nuh fi qawlihi ta'ala walakad arsalna Nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfasana illa 50 ama. Nabiyullahi Nuh wamekaa na walingania watu wake miaka 950 eh. طيب قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعثه الله على رأس الأربعين. الله لم تمليز أم تنواك نوح أكيو أنا مياك مقابي أربعين ناك والنغانية وتواك مياك مياتيس خمسيني وعاش بعد الطوفان نبعد إلى غرق أكيش مياك ستيني ثم مات. كوي جملة نقول مياك مقابي ها الف موجة نا كومي الله أكبر الف موجة نا أنا خمسين يا أيوة. قبل النبوة 40 وقت وتومة 950 بعد الطوفان بعد أكوان قميز واتواك 60 إذن المجموع الف موجة نا 50. إذن جئنا بهذا الأثر للدلالة كمبا كما جاء في بعض الروايات عمري أنباء ومتومي وينجي والقوانة تمليزوا الكواني مياكا 40. قال فأقام في مكة 10 سنين ونمتومي أكايشي مكة نفاني دعوة مياكا 10. نتنصوما كتك تاريخ مياكا ليوكا مياكا كفاني دعوة سيو 10 نكومينا قافي كومينا تات. لكن هنا في الحديث فأقام في مكة 10 سنين أكاكا مكة مياكا 10. ونشوني هي وميتفتيها تأويل أو تفسيري أمباوي نايدانا ونسيما الصحيح مياكا أمباوي متومي أليكا مكة نفاني دعوة نمياكا 13 نمدينة مياكا من قابي 10. لكن هابا يمتاجي مياكا 10 كتك من جوا مكة معناه هابا ونقصدية مياكا 10 نيلي مياكا ليوذهريش دعوة يكي sababu miaka mitatu alikuwa anafanya da'wa sirran, lakini miaka aliyodhihirisha ni miaka 10. Hadha qawlun li ba'd al-ulama wa qala ba'dhum faqana bi makkata 10 sinin ala ilgha' al-kasri. Imetajwa 10 kwa sababu ya kuondoa namba nakisi, yani ile namba ambayo haijatimia, sababu 10 namba iliyo timia, 3 ni namba pungufu. Na mara nyingi Waarabu wanatumia hiyo lugha, namba nakisi ile wanaikata, wanataja namba kuu. Ijapokuwa kwenye mazingatio wanaizingatia, lakini mara nyingine kwenye kuitaja hawahitaji. Idhan faqana bi makkata 10 sinin ala hadha al-i'tibar imma bi ilgha' al-kasri au kuhesabu kuanzia muda alioanza kudhihirisha da'wa. Wa bil madinati 10 sinin ay waqana bil madina miaka 10 يدعو الناس إلى التوحيد. وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة نفس الشيء. نا الله كم شكوا الفوفيك مياك ستيني. والصحيح على كوفا كيو أنا مياك من قبل 63. إذن هنا قالوا إلغاء الكسري إلى نام بنكيس يا في من دوله وكتك كتاج ويجب كوي نزنجتي وكتك حسابه. قال وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Wakati anakufa alayhi salatu wassalam alikuwa na mvi kidogo, nywele nyingi zilikuwa nyeusi, maanahu alikufa akiwa bado ana nguvu zake pamoja na umri umetaradad, kwa sababu mara nyingi mvi ni ishara ya uzee na utu uzima, lakini pia upungufu wa nguvu katika mwili. Kwa hiyo hivi huwa vinafuatana, mvi na uzee vinakuwa pacha, na pakisha kuwa na uzee nguvu pia zinakuwa zimeisha. Washta'ala ar-ra'su shayba. Man yaqulu hadha? Nabiyullah Zakaria. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Mifupa imechoka na kichwa kimejaa mvi, maana asbahtu mzee, la astati'u shay'an. Lakini an-nabi alayhi salatu wasalam miaka 63 wa laysa fi ra'sihi wa lihiyati 20 sha'ratan bayda. Ukizisabu mvi zile kwenye ndevu na kwenye nywele zake hazifiki 20, zilikuwa ni kidogo. Yudhkar, inaelezwa kwamba mtu wa kwanza kumea mvi ni Nabiullah Ibrahim. Yudhkar hala alipoona mvi, fasaala rabbahu, ay rabbi ma hadha, kitu gani?
akambiwa hadha waqar heshima hiyo, faqala allahumma zidni waqara, ya allah niongezee heshima. Yani wa ba'dhum wa nafasiri mvi bi maana an-nadhir, muonyaje. Jaa hadha fi qawlihi tabarak wa ta'ala wa ja'akum an-nadhir, bidayatul aya ma hiya? Eh, wa lam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Jaa fi ba'd at-tafasir wa ja'akum an-nadhir bi maana ash-shayba, tumekupeni umri unaotosha mtu kukumbuka, aweze kukumbuka, na pia muonyaji amewajia. Wakasema baadhi ya wanachuoni, muonyaji hapa anayekusudiwa inawezekana pia mvi. Maana ukimea mvi maana yake ndio ushazeeka, hakuna umri mwingine zaidi ya hapo, zaidi ya kusubiri mauti. Wajaakum an-nadhir huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walquran ma'ahu fi ba'd at-tafasir, lakini fassara ba'd al-ulama wajaakum an-nadhir qalu huwa ash-shayba. Kwa hiyo alayhi salatu wassalam mata wa laysa fi rasihi wa lihiyati 20 sha'ratan bayda. Hadithi hii inaelezea maumbile ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na jinsi alivyokuwa yamekamilika katika muonekano wake alayhi salatu wassalam, kama ambavyo alikuwa amekamilika katika tabia zake. Fil hadithi fawaid, katika hadithi hii kuna faida kadhaa. Miongoni mwa hizo kamalu khilqatihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ukamilifu wa uumbaji wa mtume alayhi salatu wasallam. Aidan tumejifunza katika hadithi hii muddatu da'watihi, kipindi alichofanya da'wa. Tumetajiwa kipindi alichokuwa Makka na kipindi alichokuwa Madina, na ukamilifu ni miaka 23 kama dhakarna. Aidan wasfu sahaba lihayatihi wa suratihi sallallahu alayhi wasallam dalilun ala diqqati ta'ammulihim wa baqa'i as-surati fi adhanihim. Masahaba kuweza kumsifia mtume alayhi salatu wasalam ni dalili kwamba walikuwa na mazingatio, lakini pia bwana mtume alikuwa akajaa katika akili zao kiasi ya kwamba wakaambiwa muelezee, wanaweza kumuelezea alayhi salatu wasalam. Wa hadha yadullu ala shiddati hubbihim li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Alhadith athani yaqra ghayruhu. اقرأ إسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا حميد ابن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب التقي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سلط أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. حدثنا محمد. خلاص يكفي هذا الحديث الثاني فقط. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم، وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون، إذا مشى يتكفأ. رواه البخاري. راوي الحديث قد سبقت ترجمته في الحديث الأول أبين أنس بن مالك تنمويلزي أمودة سمرفو أمسيما رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة. وربع يفسره ما بعده لكن ربع ذا متوسط الطول ndio ile mtu wakati na kati ndio maana ya rabaa marbu' yani rabaa mtu wakati na kati wa maana rabaa fi alhadith laysa bitawil wala bilqasir kwa hiyo qawluhu laysa bitawil wala bilqasir kaanahu tafsir liqawlihi rabaa hasan aljismi alikuwa na mwili mzuri maana min haythu تركيب الاعضاء كما تتكفوكuja kuona kwenye baadhi ya hadithi na hili ni jambo ambalo mushahad bil uyun kuna mtu ukimuona unaona mashallah yani mwili wake umekaa vizuri kuna mwingine ukimuona utahisi anaumwa kumbe mzima wa hadha khalqullah alaysa kadhalika fannabi alayhi salatu wassalam yani kana rab'a laysa bit tawil wala bil qasir hasan al jism alikuwa na mwili mzuri yani wakati na kati
قال وكان شعره ليس بجعد ولا سبط نميلي زاكي هزيكوا زمي كنجانا كنجانا ولا هزيكوا زمي نيوكا هيفيو وقد مر هذا أسمر اللون هنا مشكلة أسمر اللون أنا رانجي يا مدي أكوندي ظاهر اللفظ أسمر اللون رانجياك يا مدي أكوندي وفي الحديث الأول تميونا ولا بالآدم الآدم هو الأسمر ولا هكوا رانجي يا مدي أكوندي نهي حديثي نسيما أسمر اللون بمعنى كان أسمر اللون بنا كما يزي حديث ميلي زينا تتنغاني كوني رانجي يمتومي عليه الصلاة والسلام ولفظه أسمر اللون يرى بعض العلماء عدم ثبوت هذه اللفظة بهذه ونشوني ونوانكم بلفظه أسمر اللون هيدا ثبتي فقد تفرد بها حميد عن أنس وخالفه غيره من الرواة ني حميد فكياكي أمي بكياهي لفظي كتوكك وأنس حميد هذا الذي جاء ذكره هنا katika riwaya nyingine wapokeaji wengine waliopokea kutoka kwa Anas ibn Malik badala ya asmar al-laun wanasema azhar al-laun azhar al-laun yani ana rangi ile ya kuvutia idhan baadhi wa ulama qalu asmar al-laun hathihi al-lafza la tathbut lianna Humaid ar-rawi an Anas khalafa ghayrahu min al-thiqat fi hadha wa fi baadhi ar-riwayat azhar al-laun لكن بعض العلماء قالوا لا الحديث هذا صحيح نمانا يا أسمر هبا ني أحمر أسمر بمعنى أحمر ناميتا يكون هو أسمر لأنه الحمرة التي أشرب بها البياض سبني ولي وكون دو أمباو ميشنغنيكا نويوبي كان فيلي وناميلي كوني ما دي يكوني وهي مراد المراد بالأسمر بمعنى الأحمر لكن سماه أسمر لأنه كان أحمر مشرب ببياض والله تعالى أعلم لكن الأسمر الخالص النبي لم يكن آدم هكونا رانجي هي مديكوندي خاليسي كما نمديكوندي نمانا نولي مونيكان ورانجي نيكوندي وليوشنغنيكا نرانجي نيوبي قال إذا مشى يتكفأ ومعنى يتفك أو يتكفأ أو يتمايل إلى الأمام يعني يسرع في المشي كما يلفقوا جكتك حديث علي بن أبي طالب وسوف يأتي قريبا كان عليه الصلاة والسلام إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب ونمتم يلفقوا أنا تنبيع عليكوا أنا إنا من بيلي كما فيلي أنا ترمك كوني كلمة هكذا كان يمشي عليه الصلاة والسلام na mwendo huu unaonyesha nguvu alizokuwa nazo kwenye mwili aidha inaonyesha kwamba alikuwa akitembea asraa anafanya haraka atembei kizembe anajivuta mzito hatua baada ukhra lakini alikuwa anapotembea anaenda chap chap kana ma yanhatu min sababin on toys anakanyagia vidole vya mguu hakuwa anatembea kama vile ametoka usingizini sallallahu alayhi wa alihi وسلم رانجي أبو نمتوني محمد عليه الصلاة والسلام ذكر بعض العلماء كما نرانجي نيوبي ليو تنغنيكا نيكوندو رواية إنيوليز رانجي هيو أبو نمتوني محمد عليه الصلاة والسلام إني بوكيوا تقريبا نما صحابة كومي نتانو كيو هكونا شاكا كما رانجياكي ليكواني نيوبي ليو تنغنيكا نيكوندو صلى الله عليه وآله وسلم قالوا وهو أشرف الألوان نا هي رانجي نكتك رانجي زهشما يعني رانجي متاتا نوارابو كتك رانجي أمبيو كواو إن ثماني نهيو رانجي ليكوانا ونمتوني محمد عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا؟ قالوا لأنه يدل على كرم الأحساب إنه ونيشك وبمتهو يعني تشمبوكولاك يعني تشمبوكولا هشما yule ambaye mweupe kupitiliza hana maana sana kwao mweusi pia hana maana lakini aliyechanganya weupe na wekundu kidogo anaonekana ana rangi ambayo ni dili wa hakadha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu waswahili hatuna desturi ya kuwa weupe kwa hiyo rangi dili kwetu ni ipi aso nyeusi maji ya kunde nyeusi kila mmoja anayo lakini yule ambaye kidogo al-asmar ana rangi ya maji ya kunde ndio anaonekana kidogo ana karangi kazuri zuri. Kwa hiyo kwa Waarabu
ilikuwa ni ile nyeupe iliyochanganyika na nyekundu, na ndio iliyokuwa rangi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hunaka man wasafa ar-rasul alayhi salatu wa salam annahu kana aswad, wa hadha kadhib la shakka, mtume yakuwa mweusi jamani eh. Wasawad inda al-arab aibun, kwa taarifa yenu, yani rangi nyeusi kwa Waarabu ni aibu kwa Waarabu eh. Mara nyingine wanamuelezea mtu, wanasema alikuwa msomi, alikuwa mtu wa fiqi, alikuwa mtu wa hadithi, lakini alikuwa na aibu moja tu, ma huwa kana aswad, alikuwa mweusi, sah wala la? Yani wa hadha laysa bil gharib, yani mathalan albino sumweupe, lakini katika hali tu ya kawaida bila ya kuwadhalilisha hawa viumbe, kwa sababu uumbaji ni wa Allah azza wa jalla, watu wanachukulia rangi ya albino ni rangi ya aibu, pamoja na kuwa ni nyeupe, sah wala la? Idhan inda al-arab al-lawn al-aswad yani aiba. Kwa hiyo wale waliosema mtume alikuwa mweusi, faqad asa'u wa kadhabu, hawa wamekosea na wamedanganya. Katika mitume ambao ikhtalafa an-nasu fi alwanihi au fi lawnihi ni nabiyullah Adam alikuwa rangi gani Adam, kama ambavyo wamekhtalifiana alikuwa kabila gani. Wako waliosema Adam alikuwa Muhindi. Wahindi ndio wameshikilia hiyo kauli, sababu inasemekana aliteremshwa Sri Lanka, min biladi Wahindi, unaka jamii hiyo Sri Lanka, si kuna jamii ya Wahindi. Nabi Hawa akateremshwa Saudia, wote wawili wakakutana Arafa wakajuana, fasumi almakan bi Arafa, wallahu aalam. Lakini min haythu al-lawn al-azhar wallahu aalam, kwamba Nabiullah Adam kama jaa fi baadhi al-aqwal ameitwa Adam kwa kuangalia pia rangi yake, na tumesema rangi ambayo inaitwa Adam ni al-lawn al-asmar, ni hiyo rangi ya maji ya kunde. Lakini yamkini kadhalika kwamba Nabiullah Adam ameitwa asmar kwa hii maana iliyokuja kwenye hadithi ya pili katika kuelezea rangi ya mtume. Asmar al-lawn tukaeleza ni kwamba ni mweupe aliyechanganya weupe wake na wekundu. Kwa hiyo inawezekana Adam, tukisema ameitwa Adam kwa kuangalia rangi yake bi maana asmar, inawezekana ikawa na yeye alikuwa na rangi hii aliyokuwa nayo bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, bi maana mweupe aliyechanganya na wekundu, wallahu ta'ala alam. Amma min haythu alqabila, hizi ni jitihada tu za wanachuoni. Kabila la Nabiullah Adam nafikiri ni katika wale mitume ambao hawajulikani makabila yao, wallahu alam. Kwa hiyo hakuna haja ya watu fulani kuvutia upande wao kwamba huyu alikuwa hivi yule akawa vile. Min fawaidi hadha alhadith alhimma wa an-nashat fi mishyatihi sallallahu alayhi wa sallam, mchangamfu aliyokuwa nao mtume katika tembea yake. Wa hakadha yanbaghi an nakuna nahnu, ukitembea changamka, sio unatembea kama vile kilaja unakanyagia visigino taaban, unatakiwa ukanyagie vidole. Kadhalika min fawaidi alhadith al-i'tidal fi al-khilqa, yani ule wakati na kati aliyokuwa nao katika maumbile yake. Alfaida alakhira ittifaq alhadith ala awsafihi sallallahu alayhi wasallam dalilu sihhatiha, hadithi ya kwanza na ya pili zimeafikiana katika kuelezea wasifu wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Hii inaonyesha kwamba hizi ni hadithi sahihi. Leo ilikuwa ni siku ya kufungua, kwa hiyo tumekosa spidi ya kusogea, angalau kwa kuanza sio mbaya, pamoja na baadhi ya utangulizi mfupi. Inshallah taala tukomee hapa. Juma lijalo tutaongeza kidogo kasi kuanzia hadithi ya tatu na kuendelea insha Allah taala. Hadha wallahu taala a'lam wa ala wahkam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.